هناك رواية شهيرة لكاتب فرنسي اسمه جول، عنوانها حول العالم في 80 يوم. سنقارع هذه الرواية وسنجوب العالم في يوم واحد فقط. تحت هذه القبة أكثر من 80 دولة و170 جنسية وأقليم. شو رأيكم ندخل ونجوب العالم سوا؟ مرحبا بكم في السنغال. الله أهلا وسهلا. مركز دعوة الشيخ عبد الله ياسين، سنغال. أهلا وسهلا بكم في جمهورية مالي. الله الله، ألا زالت عاصمتكم بوماكو؟ إيه بلا، عاصمتنا بوماكو. هل تعلم أنكم مكتشفي أمريكا؟ إيه صحيح، أصحاب التاريخ. مالي إمبراطورية كانت فاحشة الثراء، وكان فيها حاكم اسمه أبو بكر، جهز 200 سفينة وسلم الحكم لأخوه ماسا موسى، وهاجر إلى العالم الجديد وانقطعت أخباره. اقرأوا عنه، يقال انه هو مكتشف امريكا. من اين انت اخي الكريم؟ انا من مملكة بوتان. مملكة بوتان؟ نعم. اين تقع هذه؟ تقع مملكة بوتان تحت الصين فوق الهند، هذا هو بوتان بين الصين والهند. ما شاء الله، كم عدد المسلمين عندكم؟ 10 انفار مسلم من العدد السكان، 1 مليون اشخاص. من مليون 10 انفار مسلمين؟ نعم. الله الله، من هم هذول؟ سبعة من عائلة واحد، يعني سبعة من أهلي. سبعة من أهلك؟ نعم. والبقية ثلاثة؟ بقية ثلاثة، أبو وابنه واحد. يا الله. ورجل آخر. يا سبحان الله، دار أرقم جديد. أيه. الإسلام في بيتكم. نعم. أسأل الله أن يجعل بيت عامر. آمين. وتسلم آمين. جميع بوتان. شكرا. من أين أنت يا أخي الكريم؟ من سيراليون. أين تقع سيراليون؟ سيراليون تقع في أقصى الغرب من أفريقيا. أين نحن الآن؟ الآن في رواندا. أنت في رواندا؟ أنت وصلت في رواندا في الألف تل، ألف جبل. بلد الألف تل. ألف تل، ألف جبل. ما شاء الله تبارك. رواندا يعتبر دولة نظيفة آمنة. نظيفة وآمنة. ويقع في شرق أفريقيا. إن شاء الله نزوره. نشوف ماذا يوجد تحت قبة هذه الخيمة. أهلا وسهلا. أين نحن؟ أهلا، أنتم في قرغيزستان. قرغيزستان؟ في قرغيزستان، في قلب آسيا، آسيا الوسطى. قلب آسيا الوسطى. لؤلؤة آسيا الوسطى. لؤلؤة آسيا الوسطى. لجمالها ولطبيعتها. عليكم السلام. أين نحن الآن؟ أنتم لجنة أوزبكستان إن شاء الله. ما شاء الله، بلد العلماء. إن شاء الله يا رب. عاصمتكم ما هي طشكن؟ طشكن. الله، بلد النسائي. الله. ومن كمان؟ البخاري. البخاري، إمام البخاري والفارابي والنسائي. والخوارزمي. والخوارزمي والبيروني. اشرب الشاي العدني، ودع ساعة الحزني، وصوت للجناح اليمني. نودعها ونصوت إن شاء الله. الله يحييك. سعدنا اليوم بهذا المهرجان. اهلا اهلا وسهلا بكم، انا سعيد بوجودكم، سعيد بوجود اهل المدينه هنا. انتم هنا بوابه واحده لثقافات متعدده. الجميل انه الشعوب الموجوده هنا جمعها الدين واللغه العربيه وارض الجامعه الاسلاميه بالمدينه المنوره بالمملكه العربيه السعوديه في المدينه في طيبة الطيبه، مهرجان الثقافات والشعوب. انصحكم بزيارته، المهرجان مستمر الى يوم الخميس والفتره المسائيه للعوائل.